بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وذلك أن لفظ الإيمان يفارق التصديق لفظا ومعنى، فإنه أيضا يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يتعدى بنفسه إلى المصدق. مصدق. نعم. رضي الله عنك. فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، بل يقال آمنت له. وإذا ساغ أن يقال ما أنت بمصدق لفلان، كما يقال هل أنت مصدق له، لأن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل اسم فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل، فقد يعدونه باللام تقوية له، كما يقال عرفت هذا وأنا به عارف، وضربت هذا وأنا له ضارب، وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع، وراء ذلك وأنا له سامع وراء. نعم. وأنا له سامع وراء. سمعت هذا ورأيته وأنا له سامع وراء من الرؤية. نعم. وأنا له سامع ورائي، وكذلك يقال صدقته وأنا له مصدق، ولا يقال صدقت له به، وهذا خلاف آمن، فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته، كما يقال وقررت له، ومنه قوله آمنت له كما يقال أقررت له، فهذا فرق في اللفظ. والفرق الثاني ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الأخبار في جميع الإخبار كسر الهمزة. نعم. ما تقدم والقول والفرق الثاني ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الإخبار، بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها الريب، فإذا قر بها المستمع قيل آمن بخلاف لفظ التصديق، فإنه عام متناول لجميع الإخبار. وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر يقر وهو قريب من آمن، يأمن، لكن الصادق يطمئن إلى خبره والكاذب بخلاف ذلك. لكن الصادق يطمئن إلى خبره والكاذب بخلاف ذلك، كما يقال للصدق طمأنينة والكذب ريبة. كما يقال الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فالمؤمن داخل في الأمن. داخل ولا دخل؟ النسخة الأخرى دخل. طيب قريب قال الله. فالمؤمن داخل في الأمن، كما أن المقر داخل في القرار. كما أن المقر داخل في الإقرار. هي النسخة الأخرى كذلك. كما أن المقر داخل في الإقرار. إيه النسخة الأخرى قرار. لا الإقرار. صواب الإقرار. كما أن المقر داخل في الإقرار ولفظ الإقرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يبين الفرق بين الإيمان والتصديق، وأن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، لفظ الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق كما يدعيه المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان مرادف للتصديق، التصديق ضده التكذيب، كذلك الإيمان ضده الكفر. فعلى هذا يكون الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب، والتصديق والتكذيب يكون في القلب، وعلى هذا فلا يكون الإيمان إلا في القلب ولا يكون الكفر إلا في القلب. وأما الجوارح، أقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فلا يكون فيها إيمان ولا كفر. هذا مذهب المرجئة، واضح. المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب، فيكون لفظ الإيمان مرادف التصديق، الإيمان مرادف التصديق. وعلى وإذا كان الإيمان مرادف التصديق فيكون ضد التصديق ما هو التكذيب، فلا يكون الكفر إلا بالتكذيب، والتكذيب من عمل القلب. تصديق أو التصديق يكون في القلب والتكذيب يكون في القلب، وعلى هذا فلا يكون الإيمان إلا في القلب والكفر لا يكون إلا في القلب. هذا مذهب المرجئة. المؤلف رحمه الله يبين لهم أنهم أن هذا خطأ، ليس الإيمان لفظ الإيمان مرادف التصديق، بل الإيمان يكون بالتصديق وبغير التصديق. الإيمان يكون بالتصديق بالقلب، ويكون أيضا بالتصديق بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، والكفر يكون بالتكذيب وبغير التكذيب، يكون بالتكذيب بالقلب ويكون بالشك ويكون بأقوال اللسان كالسب الله ورسوله والاستهزاء، ويكون أيضا بالعمل مع الجوارح كالسجود للصنم. فالمرجئة يقولون الإيمان مرادف للتصديق، وإذا كان الإيمان مرادف للتصديق فيكون ضد التصديق والتكذيب، والتصديق والتكذيب، فالإيمان يكون بالتصديق والتصديق يكون في القلب، والكفر يكون بالتكذيب والتكذيب في القلب. وعلى ذلك فأعمال القلوب وأعمال الجوارح وقول اللسان ليس فيها إيمان وليس فيها تصديق. وأهل السنة يقولون الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كل إيمان أعمال القلوب وأعمال الجوارح والتكذيب يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فمن كذب الله كفر، ومن سب الله كفر، ومن سجد للصنم كفر. والمرجئة يقول لا، من سب الله ما يكفر إلا إذا زال الاعتقاد من قلبه، هذا دليل على الاعتقاد. ومن سجد للصنم يقول هذا دليل على الكفر، دليل على انتفاء التصديق من قلبه. الشيخ الإسلام رحمه الله يبين أن المرجئة غلطوا في زعمهم أن لفظ الإيمان مرادف التصديق. يقول الشيخ رحمه الله لفظ الإيمان يفارق التصديق لفظا وبعدا، بينهما مفارقة. ليس الإيمان مرادف التصديق كما تدعون أيها المرجع، فالإيمان يفارق التصديق لفظا ومعنى. أما لفظا فمن وجهين، الوجه الأول أنه يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة. هذا فرق من جهة اللفظ، فالتصديق يتعدى بنفسه، والإيمان لا يتعدى بنفسه إلا إذا كان من الأمان الذي هو ضد الإخافة، فيقال في الإيمان آمنت له ولا يقال آمنته، وأما التصديق فيقال صدقته. هذا فرق في اللفظ، فكيف تقول أن الإيمان مرادف التصديق وبينهما فرق؟ من جهة اللفظ، من جهة الله التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه، بل يحتاج إلى حرف الجر. التصديق قال صدقته تعدى بنفسه، والإيمان ما يقال آمنته، وإنما يقول آمنت له. وإذا قل آمنته فهو من الأمان الذي هو ضد الخافة، وليس هو من الإيمان الذي هو ضد الكفر. وإذا يقول المؤلف وإذا سغى أن يقال ما أنت بمصدق لفلان، كما يقال هل أنت مصدق له، لأن الفعل يتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه، ما أنت بمصدق لفلان، أو كان العامل اسم فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل، فقد يعدونه بالله تقوية له.
مع أنك مصدق له، فعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العمل اسم فعل فإنه يعدونه باللام تقوية له، كما يقال عرفت هذا وأنا به عارف وضربت هذا وأنا له ضارب، هذا عدي باللام تقوية له لأنه ضعف حينما قدم مفعوله عليه أو كان العمل اسم فاعل. ومثله يقال عرفت هذا وأنا به عارف، ضربت هذا وأنا له ضارب، سمعت هذا وأنا له سامع، رأيت هذا وأنا له رائع، وكذلك يقول صدقته وأنا له مصدق، ولا يقال صدقت له به، وهذا خلاف آمن، فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته كما يقال أقرت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقرت له. فهذا الفرق الأول من جهة اللفظ. والفرق الثاني من جهة اللفظ بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق أن الإيمان لا يستعمل في جميع الإخبار، وإنما يستعمل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها الريب والشك. فإذا أقر بها مستمع، أقر بالأمور الغائبة، قيل آمن. بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول جميع الإخبار الحاضرة والغائبة. التصديق قال فلان صدق، صدق الأخبار الغائبة والحاضرة. وأما آمن فلا يقال في الأخبار الغائبة الحاضرة آمن آمن، وإنما يقال في الأخبار عن الغائب آمن. إذن فتبين أن هناك فرق بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق من جهة اللفظ من جهتين. الجهة الأولى أن التصديق يتعدى بنفسه، والإيمان لا يتعدى بنفسه بل يحتاج إلى حرف جر. والفرق الثاني أن الإيمان يستعمل في الإخبار، أن الإيمان يستعمل في الإخبار عن الأمور الغائبة فقط دون الحاضرة، والتصديق يستعمل في الإخبار عن الأمور الغائبة والحاضرة. هذا فرقان من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. وأما المعنى يقول المؤلف رحمه الله هناك فرق بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق من جهة المعنى. من جهة المعنى الإيمان مأخوذ من الأمر الذي هو الطمأنينة، الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من القر، من قر يقر، وهو قريب من آمن يأمن. فالإيمان إنما هو مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة. وأما التصديق فإن معناه يختلف، ما يقال التصديق مأخوذ من الصدق، الإيمان مأخوذ من الأمن. وأما التصديق فهو نفسه مصدر صدق يصدق تصديقا. فالإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، وأما الصدق فليس معناه هو معنى الأمن الذي هو الطمأنينة، وإنما الصدق هو تصديق الأخبار الغائبة والحاضرة. وبهذا يتبين أن معنى الأمن غير معنى التصديق. الأمن مأخوذ من الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، والتصديق مأخوذ من الصدق الذي هو الإقرار بالخبر سواء كان حاضرا أو غائبا. وبهذا يتبين أن المعنى معنى الإيمان غير معنى التصديق. وإذا اختلف المعنى دل على أنهما ليس مترادفان كما تزعمه المرجع. فتبين بأن لفظ الإيمان غير لفظ التصديق. من جهة اللفظ التصديق يتعدى بنفسه، والإيمان لا يتعدى بنفسه. ثانيا الإيمان لا يستعمل إلا في الإخبار عن الغائب، والتصديق يستعمل في الإخبار عن الغائب والحاضر. هذا من جهة اللفظ. ومن جهة المعنى الإيمان مأخوذ من الأمر الذي هو الطمأنينة، وأما التصديق معناه معنى آخر غير الطمأنينة، معناه
مأخوذ من الصدق الذي هو ضد الكذب. وإذا كان الإيمان يختلف عن التصديق لفظا ومعنى فلا يصح للمرجئة أن يقولوا إن الإيمان مرادف للتصديق، وأن الإيمان لا يكون إلا بالقلب، وكذلك الكفر الذي هو ضد التصديق لا يكون إلا تكذيبا بالقلب. فتبين بهذا أن التصديق غير الإيمان، وأن الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وكذلك الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، خلاف المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان مرادف للتصديق، وإذا كان مرادف للتصديق صار ضد التصديق التكذيب، والتصديق والتكذيب لا يكون إلا بالقلب. وعلى هذا نفوا أن يكون الإيمان وكذلك الكفر يعمل في القلوب أو في الجوارح أو في اللسان، يعمل الجوارح واللسان. نعم. ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام، ثم إنه يكون على وجهين، أحدهما الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما، وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. والثاني إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد، فإنه سبحانه قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أسري، فهذا التزام للإيمان والنصر للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد، فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن له، بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر، والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه، فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه، بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد، فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد، فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبار، وأن التصديق إخبار بصدق المخبر. كذا وأن نعم فإن النسخة الأخرى كما تفضلتم فإن نعم زالت لأنها تفريع على الجملة السابقة، لفظ التصديق إنه يسمى في جنس الإخبار فإن تفريع. نعم. فإن التصديق إخبار بصدق المخبر، والتكذيب إخبار بكذب المخبر، فقد يصدق الرجل الكاذب تارة والصادق أخرى، فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر وهما خبر عن الخبر، فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها إن لم يقدر
إن لم يقدر مخبر عنها بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك، فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضا. نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال أن يبين الفروق بين الإيمان والتصديق من جهة المعنى، فيقول إن الإيمان مأخذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، كما أن الإقرار مأخذ من قر يقر، والصادق يطمئن إلى خبره، والكاذب لا يطمئن إلى خبره، ولهذا يقال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار. ولفظ الإقرار يقول المؤلف لفظ الإقرار يتضمن الالتزام، المقر يتضمن أنه ملتزم، ويكون على وجهين. الوجه الأول أن الإخبار، الوجه الأول الإخبار، المقر يكون على وجهين، لفظ الإقرار يتضمن الالتزام وهو يكون على وجهين، الوجه الأول الإخبار والوجه الثاني الالتزام. فالمقر يخبر ويلتزم. إذا قال زيد أقر بأن لي بأن علي لمحمد 1000 ريال، هنا أخبر والتزام، تضمن أمرين إخبار والتزام. كذلك الإيمان، الإيمان حينما يؤمن بالله ورسوله أخبر بأنه مؤمن ويلتزم، يلتزم بمقتضى هذا الإيمان، يلتزم بالعمل، وهذا بخلاف التصديق. خلاف التصديق فإنما يستعمل الخبر فقط. إذن هناك فرق بين إيه؟ بين الإيمان وبين التصديق. الإيمان مأخوذ من الأمن من جهة المعنى، مثل الإقرار، والأمن يفيد الطمأنينة كما أن الإقرار كذلك. والإقرار يتضمن أمرين، الأمر الأول الإخبار والأمر الثاني الالتزام. وأما التصديق فإنه يتضمن الإخبار فقط ولا يتضمن الالتزام. المصدق قلت لشخص إن فلانا ظلمني فقد صدقت، يتضمن أنه أخبر عن نفسه أنه صدق، لكن ما يلتزم أنه يساعدك في دفع الظلم، ما يلتزم، ما يتضمن الالتزام. صدقت في أن فلانا ظلمه، صحيح ضرب فلان، لكن ما يتضمن أنه يلتزم بأن يساعدك أو يعينك أو يدفع ظلمك. بخلاف الإيمان، إذا قال آمنت بالله ورسوله، يتضمن أنه أخبر عن نفسه أنه آمن، ويتضمن أنه يلتزم بمقتضى الإيمان، بأن يعمل بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فرق من جهة المعنى، أن الإيمان يتضمن شيئين، إقرار والتزام، والتصديق لا يتضمن إلا الإخبار فقط. فكيف يقول بعد هذا المرجئة إن الإيمان مرادف للتصديق، وإذا كان مرادف للتصديق فيكون ضد التصديق التكذيب، فيكون الإيمان هو التصديق في القلب والكفر هو التكذيب بالقلب. وعلى هذا فقول اللسان ولو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله وبكتابه ما يكون كفر عند المرجئة، لأنه مو بتكذيب. الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب متقابلا. فالمؤلف يقول هذا سبب صحيح، الإيمان يختلف على التصديق لفظا ومعنى، لفظ من جهتين من الوجهين السابقين، ومعنى أن الإيمان يتضمن الإخبار والالتزام، والتصديق لا يتضمن الإخبار فقط ولا يتضمن الالتزام. ويبين المؤلف رحمه الله يذكر تنظير، كما أن الإيمان يتضمن الالتزام مثل قوله تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلك نصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهد، هذا التزام. فهذا قالوا أقررنا
قالوا أقررنا، هل هو مجرد خبر ولا خبر والتزام؟ خبر. وإذا قال فاشهدوا وأنا معكم أشهد، خبر والتزام. ومثل قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. هل هذا خبر ولا التزام بالإيمان ونصر الرسول؟ خبر والتزام أمرين. وكذلك لفظ الإيمان يتضمن أمرين، خبر والتزام. ولهذا قال المؤلف وكذلك لفظ الإيمان في إخبار وإنشاء والتزام، بخلاف لفظ التصديق المجرد فلا يتضمن الإخبار فقط ولا يتضمن الالتزام. إنسان صدق يصدق، يصدق ولا يلتزم، ما يلتزم. فإذا صدق أخبرت إنسان بخبر قال صدق، صدقك بقلبه ولسانه، لكن ما يلزم من ذلك أن يلتزم وأن يعين بشيء أو يدفع، ما يلزم، ما يلزم هذا. وبهذا يتبين الفرق بين الإيمان والتصديق. وإذا كان بينهما فرق فلا يصح للمرجئة أن يقولوا إن التصديق، إن لفظ التصديق الإيمان مرادف للتصديق، وإذا كان مرادف للتصديق صار ضد التصديق هو التكذيب، فلا يكون التصديق إلا بالقلب ولا يكون الكفر إلا بالتكذيب الذي هو في القلب، وإنما يكون التصديق بالقلب وباللسان وبالجوارح. يكون التصديق بالأفعال مثل ما جاء في الحديث العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن الفرج له تصديق وتكذيب، تصديق وتكذيب ليس خاصا بالقلب كما يقوله المرجئة، يكون بالأفعال تصدق. إذن التصديق يكون بالأقوال وبالأفعال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك لفظ الإيمان في إخبار وإنشاء والتزام، بخلاف لفظ التصديق المجرد، فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن له، بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر، والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه. فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه. بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد. الكفر المقابل للإيمان استعمل في الامتناع عن الطاعة والانقياد، كما حصل من إبليس، فإنه لم يكذب وإنما كفره كان بالامتناع والإباء والاستكبار، امتناع عن الطاعة والانقياد لأمر الله. ولذلك قال الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول مالك فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس الالتزام الطاعة والانقياد، فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبار، فإن التصديق إخبار بصدق المخبر، والتكذيب إخبار بكذب المخبر، والإنسان قد يصدق وقد يكذب، قد يصدق الكاذب وقد يكذب الصادق، كما يقال في المثل قد يصدق الكذوب. فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن الخبر، لأن الحقائق يقول المؤلف الحقائق في نفسها التي قد تعلم بدون خبر، الحقائق المعلومة في نفسها لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إلا مقدر مخبر عنها، بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضا. نعم. وأيضا في الذوات التي تحب تارة وتبغض تارة وتوالى تارة وتعادى أخرى وتطاع تارة وتعصى أخرى ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى، تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك. بلفظي؟ نعم شيخ. نعم. تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك، وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها،
كالحب والبغض فيقال حب صادق وبغض صادق. فكما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر المنافي والمثبت متعلق بالخبر المنافي الخبر النافي النافي والمثبت متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء. فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداء بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرارا بلا واسطة إقرار أو إنكار أو حب أو بغض أو طمانينة أو نفورا. نعم هذا من الفروق أيضا. يقول المؤلف رحمه الله الذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى وتوالى تارة وتعادى أخرى تختص هذه المعاني بلفظ الإيمان والكفر دون التفصيل. الذوات مثل ذات الرسول عليه السلام يحبها المؤمنون، ذوات الكفرة يبغضها المؤمنون، ذوات المؤمنين يواليهم المؤمنون، وذوات الكفار يعاديهم المؤمنون. ذات الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع الرسول عليه السلام، ذوات الكفرة يعصون والفساق، وهكذا. يقول هذه الذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى وتوالى تارة وتعاد أخرى وتطاع تارة وتعصى أخرى ويذل لها تارة ويستكبر أخرى تختص هذه المعاني بلفظ الإيمان والكفر. فيقال إن موالاة المؤمنين إيمان ومعاداة المؤمنين كفر، ولو قال موالاة المؤمنين تصديق ومعاداة الكافرين تكذيب. وبهذا يتبين أن هناك فرق بين الإيمان والتصديق، هذه من الفروق في المعاني. وإذا كان هناك فرق بين الإيمان والتصديق فلا يصح للمرجئة أن يقولوا إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق، ليتوصلوا بذلك إلى أن يقولوا أن التصديق إذا كان مرادف الإيمان فيكون ضده الكفر التكذيب الذي هو يكون ضده من الكفر التكذيب خاصة. فالذوات التي تحب تارة وتبغض هذه يستعمل فيها لفظ الإيمان والكفر. فمن والى الله ورسوله هو المؤمنين وعاد الكفار والمنافقين فهو المؤمن، ومن عاد الله ورسوله وعاد المؤمنين فهو الكافر. إذن هذه موالاة والمعادة تستعمل فيها لفظ الإيمان والكفر ولا يستعمل فيها لفظ التصديق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأما لفظ التصديق والصدق فيتعلق بمتعلقاتها، بمتعلقات الصدق متعلقة كالحب والبغض. فيقال حب صادق يعني بالوصف، يقال حب صادق وبغض صادق. حب المؤمن لله ورسوله حب صادق، وحب المنافق لله ورسوله حب كاذب. فكما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء، فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداء. بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار أو إنكار أو حب أو بغض أو طمأنينة أو نفور. المؤلف رحمه الله يبين أن الفرق بين لفظ الإيمان والتصديق، فالإيمان والكفر يستعمل في الذوات في حب الذوات وبغض الذوات يستعمل في لفظ الإيمان والكفر، ولا يستعمل فيها لفظ التصديق، وإنما يستعمل التصديق في التصديق إذا كان وصل للصدق، فيقال حب صادق حب كاذب. فلفظ الإيمان والكفر يتناول الذوات بلا واسطة، وأما التصديق فلا يتناوله إلا بواسطة، وهذا فقط. فيقال حب الرسول إيمان، وأما التصديق فلا يقال تصديق الرسول إيمان، بل يقال التصديق الصادق للرسول عليه الصلاة والسلام الذي معه الحب
تصديق المحب أو التصديق الذي معه حب أو التصديق الصادق يكون إيمان. فتبين بهذا أن هناك فرق بين الإيمان والتصديق، وأن الإيمان والكفر يتعلق بالذوات ابتداء، ولا يتعلق التصديق بالذوات إلا بواسطة. نعم. ويشهد لهذا الدعاء الماثور المشهور عند استلام الحجر: اللهم عينا إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إيمانا بك ولم يقل تصديقا بك كما قال تصديقا بكتابك. وقال تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، فجعل التصديق بالكلمات والكتب. ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق كلماتي. ويروى إيمان بي وتصديق برسلي، ويروى لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته. ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل عليهم السلام. نعم، هذه الأدلة فيها استدل المؤلف رحمه بهذه الأدلة على الفرق بين الإيمان والتصديق. فقال الإيمان لما جاء في الحديث عند استلام الحجر، عند استلام الحجر للطائف، أنه يقول في أول استلامه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال حديث رواه الطبراني في الأوسط عن علي رضي الله عنه موقوفا، وقال الهيثمي فيه الحارث وهو ضعيف، وكذلك رواه الطبراني في الأوسط وفي ضعف في إسناده ضعف. لكن هذا الدعاء في فرق بين الإيمان والتصديق. فالإيمان قال اللهم إيمانا بك، وأما في التصديق ما قال وتصديقا بك، جعل التصديق للكتاب، قال وتصديقا بكتابك، فلم يقل تصديقا بك وإنما قال تصديقا بكتابك. فلو كان مترادفين لقال اللهم إيمانا بك وتصديقا بك، دل على أنه غير مترادفين. وقال الله تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، ولم يقل وصدقت بربها، فجعل التصديق بالكلمات والكتب. ومن الحديث الذي في الصحيح رواه الشيخان وغيرهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق بكتاب. فجعل الإيمان بالله والتصديق بالكتاب، وفي اللفظ إيمان بي وتصديق برسله، وفي لفظ لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديق كلماته. يقول مالك: ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل، وأما الإيمان فجعلها بالله، الإيمان بالله والتصديق بالكلمات والرسل. وهذا يدل على أنك فرق بين التصديق والإيمان، وعلى هذا فيبطل دعوى المرجئة أن الإيمان مرادف للتصديق. وإذا بطل ذلك بطل دعواهم أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والإيمان لا يكون إلا بالتصديق. وعلى هذا يكون التصديق الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، خلافا للمرجئة القائلين لا يكون الإيمان إلا بالقلب ولا يكون التكذيب إلا بالقلب، لا يكون الكفر الإيمان إلا بالقلب ولا يكون الكفر إلا بالقلب. نعم. ففي جميع الألفاظ جال لفظه وكذلك قوله، وكذلك قوله في الحديث الذي في الصحيح: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منازل عالية في الجنة، فقيل له: يا رسول الله، يا رسول الله، تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء. تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف: صدقت بالله، أو فلان يصدق بالله، أو صدق بالله، ونحو ذلك.
كما جاء فلان يؤمن بالله وآمن بالله إيمانا بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك، فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله وآمن بالله ويؤمن بالله، فآمنوا بالله. ويا أيها الذين آمنوا، وما أعلم قيل التصديق بالله أو أن صدقوا بالله. نعم. أو صدقوا بالله. أو أن صدقوا بالله. ويا أيها النبي صدق بالله ونحو ذلك. اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لا يحضرني الساعة وما أظنه. نعم، كل هذا يبين أن هناك فرق بين لفظ الإيمان والتصديق. في الحديث الصحيح لما قيل أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منازل عالية في الجنة، قيل يا رسول تلك منازل الأنبياء لا يبلغها إلا هم، لا يبلغها إلا الأنبياء، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فجعل الإيمان بالله والتصديق المرسلين، ولم يقل رجال صدقوا الله. وهذا يدل على أن الفرق بين الإيمان والتصديق. يقول المؤلف: وما يحصل الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف، صدقت بالله أو فلان يصدق بالله أو صدق بالله ونحو ذلك، كما جاء فلان يؤمن بالله وآمن بالله وإيمانا بالله ونؤمن بالله وملائكة وكتب ورسل ونؤمن بالله وحده، بالآية يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين. الذي جاء إنما هو الإيمان في كلام السلف. يقول فلان آمن بالله، فلان آمن بكتب الله، فلان آمن بالرسل، فلان يؤمن بالله وحده، ولم يأتي فلان صدق بالله وصدق كذا، فدل على الفرق. يقول المؤلف: القرآن والحديث وكلام الخاص والعامة مملوء من لفظ الإيمان وآمن بالله ونؤمن بالله ويا أيها الذين آمنوا، ولم يأتي التصديق فلان التصديق بالله وصدقوا بالله ويا أيها الذين صدقوا الله. يقول لهم: إلا اللهم إلا في شيء في نصوص لا تحضرني الآية، تحضرني الساعة وما أظنه. وهذا يدل على الفرق بين لفظ الإيمان والتصديق. وقصد هذا الرد على المرجئة الذين يقولون لا فرق بين الإيمان والتصديق وأنه مترادفان، وإذا كان مترادفان فيكون ضد التصديق والتكذيب، والتكذيب لا يكون إلا في القلب والتصديق لا يكون إلا في القلب. فعلى هذا ليس إيمان إلا في القلب ولا كفر إلا في القلب، هذا كلام المرجئة. والمؤلف يبين بطلان هذا، بطلان مذهبهم. نعم. ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا، كما يقال كلنا آمن بالله أي أقر له والرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن له من جهة أنه مخبر، ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها، كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار الرسول والإقرار بما أخبر به. متضمن للإقرار إيش؟ فالإيمان متضمن للإقرار للرسول صلى الله عليه وسلم والإقرار بما أخبر به. طيب هذا ساقط من النسخة، متضمن للإقرار بالرسول. نعم، المثبت عندي في نسخة أخرى عبارة للرسول والإقرار متضمن موجودة في ميم وطاء. وش عندك؟ فكرة اللي عندك. فالإيمان متضمن فالإيمان متضمن للإقرار للرسول والإقرار بما أخبر به. طيب الإقرار للرسول والإقرار بما أخبر به. نعم. فالإيمان متضمن للإقرار للرسول صلى الله عليه وسلم والإقرار بما أخبر به، والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به، وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به. والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه، ولهذا كان جهد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جهد غيره. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بكليهما
ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيما له لم يكن ذلك إيمانا. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن لفظ الإيمان يستعمل في الخبر، فيقال كما قال كل آمن بالله أي أقر له، والرسول يؤمن له من جهتين، من جهة أنه مخبر، ومن جهة أن رسالته مما أخبر بها، كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان متضمن للإقرار للرسول عليه الصلاة والسلام، والإقرار بما أخبر به، يتضمن الإقرار بالرسول يعني والإقرار بما أخبر به. والكفر يكون أحيانا بالنظر إلى عدم تصديق الرسول، وأحيانا بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به. الكفر يكون بأمرين، قد يكون كفر لأنه لم يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يكون كفر لأنه لم يصدق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول والأصل في هذا هو الإخبار بالله وأسمائه، ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرسول أخبر بكليهما، يعني بالأمرين، وهو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، الإقرار للرسول والإقرار بما أخبر به، وإن كان الرسول أخبر بكليهما، ثم مجرد التصديق، ثم أيضا مجرد التصديق لا يكفي في الإيمان إلا إذا كان معه طاعة لأمره ومحبة. أما إذا كان تصديق للرسول لكن ليس معه محبة ولا طاعة فلا يكون إيمان، بخلاف الإيمان، فإن الإيمان يستلزم أمرين، يستلزم التصديق الإخبار الإقرار والالتزام. أما التصديق مجرد تصديق فلا يكون إيمانا إلا إذا كان معه محبة لله ورسوله، وإذا كان معه محبة لله ورسوله فلا بد أن يستلزم الطاعة، محبة تستلزم الطاعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن مجرد تصديق في الخبر والعلم إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيمه لم يكن مؤمنا. ولهذا فإن إبليس وفرعون واليهود مصدقون لكن ما عندهم محبة، ما عندهم محبة لله ولرسوله، وإذا فقدت المحبة فقدت الطاعة. نعم. فيها هامش في رقم ثلاثة في قولي وما أظنه، إيش رأيك يا شيخ؟ ها؟ على إيش؟ هامش على إيش؟ على قوله صلى ابن تيمية لا يحضرني الساعة وما أظنه. ها. قال هذا الكلام يدل على أمرين اثنين، الأول سعة علم المؤلف رحمه الله وتبحره في جميع العلوم سواء علوم غاية كالعلوم الشرعية بفروعها المتشعبة أو علوم وسائل كعلوم اللغة بفنون مختلفة، وليس هذا غريبا على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان يتحدى المخالفين ويفهمهم بل يتعمق في مذاهبهم ويفهم أدلتهم أكثر من كثير منهم. الثاني تواضع رحمة الله عليه فهو يستثني بعد أن نفى الثاني تواضعه رحمة الله عليه. نعم هذا لا شك، يعني مع ساعة علمه رحمه الله قال إلا شيء لا يحضر الساعة من باب التواضع رحمه الله. طيب كلام طيب. نعم. وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفره بالإيباء والاستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل تكذيبه، وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن قول المرجئة أن الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب ليس بصحيح، هذا باطل،
بل قد يكون الكفر بغير التكليف. إبليس وفرعون واليهود وأبو طالب ما كذبوا. إبليس هل هو كذب؟ هل جاء خبر كذب؟ لا، إنما عصى الأمر. الأمر اسجدوا لآدم، هذا أمر، قال الله تعالى الملائكة اسجدوا لآدم ومعهم إبليس، فسجدوا إلا إبليس ماذا؟ أبى واستكبر، رفض. إذن كفره بالرفض والإباء والاستكبار، امتنع عن الأمر، عدم الانقياد. فقول المرجع أن التكذيب لا يكون إلا أن الكفر لا يكون إلا التكذيب باطل. النصوص صريحة بأن كثير من الكفرة كفرهم ليس بالتكذيب. إبليس مصدق، قابل أمر الله بالإباء والاستكبار ولم يقابله بالتكذيب، ما كذب. وكذلك فرعون، هل هو مكذب؟ ما كذب، بل هو عالم، عنده علم بقدر. قال الله عن موسى أنه قال لقد علمت، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فكفر فرعون بالإباء والاستكبار. واليهود هل هم مكذبون للرسول في قلوبهم؟ قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكذلك أبو طالب ما كذب، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن منع الحمية في قومه والشهادة على دينهم بالبطلان، فكان حملته الحمية في نشد على أبائه بالكفر، فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالذي يقال هنا أحد أمرين، إما أن يقال الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان، وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة، كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة، فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة دل على أن ما في القلب همة ولا إرادة، على أنه ما في القلب، نعم، على أنه في النص الأخرى أنه، نعم هو الصواب، نعم اللهم، دل على أنه ما في القلب همة ولا إرادة، فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم، موجب بفتح الجيم، الموجب بفتح الثمرة، والموجب بالكسر المقتضي، والمراد هنا الثمرة، نعم، موجب التصديق اللي هو الاتباع هي الثمرة، نعم اللهم، فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم، بل هناك شبهة وريب، كما يقول ذلك طوائف من الناس، وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه، وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه، ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه، من موجبات الإيمان لا من نفسه، ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق، لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط، أو أن يقال قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به، ولكن ما في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته، وليس هذا كالإرادة مع العمل، لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد، وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل، بل لا بد مع ذلك من إرادة الحق والحب له. نعم، المؤلف رحمه الله حينما بين أن كفر إبليس وفرعون
واليهود ونحوهم إنما هو بالإباء والاستكبار، مع أنهم مصدقون. كيف يقال هم مصدقون؟ إبليس مصدق واليهود مصدقون وفرعون مصدقون وعندهم علم وتصديق في الباطل، ومع ذلك كفروا. فقال المؤلف الذي يقال هنا أحد أمرين: الأمر الأول أن الاستكبار والإباء والحسد هذا الذي الكفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق، هو الإيمان ما في قلوبهم من الاستكبار والإباء والحسد أضعف العلم والتصديق، ولهذا صار هذا العلم والتصديق الذي في قلوبهم ليس معه إرادة وليس معه حب، فلهذا لم يقع منهم شيء، لم يقع مع العلم والتصديق شيء من الإيمان، لا محبة لله ولرسوله ولا إرادة جازمة، لا إرادة ولا حب، فلهذا صار العلم والتصديق ضعيف، لأنه لو كان العلم والتصديق تاما فإنه يجب الاستسلام والانقياد والطاعة. فإبليس وفرعون واليهود وأبو طالب عندهم علم وتصديق، لكنه علم وتصديق ضعيف أضعفه الحسد والإباء والاستكبار، ولو كان قويا وتاما لأوجب الاستسلام والانقياد، كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة، إذا كان الإنسان عنده إرادة للفعل وقدرة لا بد أن يوجد المقدور، فإذا لم يوجد المراد دل على ضعف الإرادة. إذا كان الإنسان يريد أن يصلي مثلا وهو قادر صحيح الجسم سليم عنده إرادة وقدرة لا بد أن يصلي، فإذا لم يصلي وهو قادر دل على أن الإرادة ضعيفة، ضعفت الإرادة. أما إذا كانت الإرادة جازمة، شخص عنده إرادة جازمة وقدرة لا بد أن يقع المراد. أنت إذا كنت في البيت وعندك إرادة لحضور الدورة وقدرة قادر تستطيع تركب سيارتك وتأتي أو تمشي على قدميك، هل يتخلف هذا؟ ما يتخلف، لا بد أن تأتي. فإذا كان الإنسان قادر ولكن ما أتى نقول الإرادة ضعيفة، الهمة ضعيفة. لا، إذا كانت الإرادة قوية وليس هناك مانع والجسم سليم لا بد أن تأتي للدورة، فإذا لم تأتي للدورة يمنعك أحد أمرين: إما ما في إرادة أو ما في قدرة، وإذا وجدت الإرادة والقدرة فلا بد أن تأتي. كذلك الإيمان لا بد فيه من إرادة وحب لله ورسوله، إذا كان المؤمن وعنده حب لله ورسوله فلا بد أن يوجد عنده الأمرين، فلا بد أن يكون عنده إرادة، إذا كان عنده إرادة وقدرة فلا بد أن يعمل يستسلم وينقاد ويطيع الله ورسوله، فإذا المطع الله ورسوله وهو قادر دل على أن الإرادة ضعيفة وهي حب الله ورسوله، إذا كان الإرادة قوية وحب الله ورسوله وعنده والقدرة تامة لا بد أن يستسلم وينقاد، فإذا استسلم وينقاد دل على أنه إما دل على أن الإرادة ضعيفة أو أنه ليس هناك قدرة، ولهذا كان فرعون واليهود ليس عندهم إرادة، ما عندهم إرادة، وإن كان عندهم قدرة لكن ما عندهم إرادة وهي حب الله ورسوله. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله إن من كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعة مع القدرة، كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة، فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة دل على أن ما في القلب همة ولا إرادة، فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق يعني والثمرة والعلم من حب القلب وانقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم، موجب التصديق الحب والانقياد، فإذا لم يوجد حب وانقياد مع التصديق دل على التصديق ضعيف، هناك شبهة قريب، وهذا هو أصل قول جهم والصالحي والأشعري، أصل قولهم أن الإيمان هو مجرد التصديق، هذا مذهب الجهم ومذهب الصالحي من القدرية ومذهب أبي الحسن الأشعري الأشاعرة وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر الباقلاني ومن اتبعه ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من وجبات الإيمان، ثمرة من ثمرة الإيمان لا من نفس الإيمان، وهذا أحد الأقوال لأبي الحسن الأشعري، ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق، لا يتصور عنه تصديق باطن مع كفر قط،
يقولون أو أن يقال قد يحصل ما إنه يحصل ما في القلب علم بالحق وتصديق به، لكن ما في القلب من الحسد والكبر منع من استسلام القلب وانقياده ومحبته. وليس هذا كالإرادة مع العمل، لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد، إرادة وقدرة لا بد أن يقع، لكن إذا كان في القلب حسد وكبر انتفت الإرادة فلا يحصل المراد. يقول وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل، بل لا بد مع ذلك من إرادة الحق والحب له. فتبين أنه لا بد مع الإيمان والتصديق بالله ورسوله لا بد من أمرين: إرادة وهي المحبة عبد الله ورسوله، والثاني القدرة. وإبليس وفرعون وغيرهم من الكفرة عندهم تصديق لكن ليس عندهم إرادة التي محبة الله ورسوله. فإذا قال القائل القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور موجبة لحصول المقدور لم يكن مصيبا، بل لا بد من الإرادة. وبهذا يتبين خطأ من قال إن مجرد علم الله عز وجل بالمخلوقات موجب لوجودها، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسفة كما يغلط الناس من أهل الفلسفة كما يغلط الناس من يقول كما يغلط الناس من يقول إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب وجودها. وكما خطأوا من قال إن مجرد القدرة كافية، بل لا بد من العلم والقدرة والإرادة في وجود المقدور والمراد. والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به، والعلم والإرادة والقدرة ونحو ذلك. وإن كان قد يقال إنها متلازمة في الحي، أو أن الحياة مستلزمة لهذه الصفات، أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض، فلا ريب أنه ليس كل معلوم مرادا محبوبا ولا مقدورا، ولا كل مقدور مرادا محبوبا. وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الشيء معلوما مصدقا به أن يكون محبوبا معبودا، بل لا بد من العلم وأمر آخر به يكون هذا محبا وهذا محبوبا. هذا محبا وهذا محبوبا. فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان، وأنه موجب لأعمال القلب، فإذا انتفت دل على انتفاء العلم بمنزلة من يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده بدون وجود إرادة منه. وهو شبيه بقول المتفلسفة إن سعادة النفس في مجرد أن تعلم الحقائق، ولم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى وعبادته التي لا تتم السعادة إلا به. وهو نظير من يقول كمال الجسم أو النفس في الحس من غير اقتران الحركة الإرادية به. كمال الجسم أو النفس في الحس كذا في الحس وفي نسخة الحب الحب الأقرب الحب نعم. وهو نظير من يقول كمال الجسم أو النفس في الحب من غير اقتران الحركة الإرادية به. يقول اللذة في مجرد الإدراك والشعور، وهذا غلط باتفاق العقلاء، بل لا بد من إدراك الملائم، والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك، وتلك المحبة والموافقة والملامة ليست نفس إدراكه والشعور به. نعم. فهذا المؤلف رحمه الله يبين غلط المرجئة الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق. المؤلف رحمه الله يقول ليس الإيمان هو مجرد التصديق، لأن التصديق وحده لا يكفي في حصول الانقياد لله ولرسوله، بل لا بد من المحبة لله ورسوله.
وإذا وجدت المحبة فلا بد من وجود العمل، والمحبة هي الإرادة. وإذا كان الإنسان عنده إرادة لامتثال الأمر ومعه قدرة فلا بد أن يوجد المراد، فإن لم يوجد دل على ضعف الإرادة. يعني لا بد من أمرين، لا بد في الإيمان من المحبة، إيمان ومحبة، إيمان بالله ورسوله ومحبة، فإذا لم توجد المحبة لم يكن هناك إيمان. ولهذا يوجد إيمان بمعنى التصديق عند إبليس وفرعون، لكن ليس عنده محبة لله ولرسوله. وإذا فقدت المحبة فقدت الإرادة، وإذا فقدت الإرادة لم يوجد المأمور به. المأمور به لا بد فيه من أمرين، إرادة وقدرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا قال القائل القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور موجبة لحصول المقدور، لم يكن بسيط. إذا قال شخص إنسان عنده قدرة، عنده قدرة على العمل، هل يوجد المقدور؟ لا يوجد إلا بإرادة. كم من إنسان عنده قدرة وجسمه قوي ومستطيع لكن كسلان نايم، ما عنده إحساس، ما عنده شعور، لا يريد أن يعمل. متى يحصل العمل؟ إذا كان قادر وعنده إرادة وهمة يطرح كسل ويقوم ويعمل. لكن إذا كان ما عنده إرادة ضعيفة ما يحصل. فكذلك الإنسان الذي يصدق بالله ورسوله لا بد أن يكون عنده إرادة، وهي المحبة، محبة الله ورسوله. فإذا كان عنده محبة الله ورسوله لا بد أن يطيع الله ورسوله. كيف يدعي أنه مؤمن وهو لا يصلي لا يطيع الله ورسوله؟ لا بد إذا كان مؤمن لا بد أن يكون عنده محبة، فتوجد الصلاة إذا وجدت المحبة مع القدرة. فإذا قال شخص إذا وجدت القدرة يحصل المراد، نقول لا، خطأ، لا بد من الإرادة، لا بد من أمرين، قدرة وإرادة. ولهذا قال المؤلف إن هذا من قال إن القدرة بدون الإرادة مستلزمة لوجود المراد هذا خطأ. وبهذا يتبين خطأ من قال إن مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودها. لو قال شخص علم الله بالمخلوقات يوجب وجودها، نقول لا، علم الله وإرادته. وجدت المخلوقات بعلم الله وإرادته لإيجادها. وهذا يقول بعض الفلاسفة، يقول علم الله يكفي في وجودها. ولهذا غلط الناس من قال إن مجرد إرادة الكائنات بدون القدرة موجب وجودها، وخطأ ومن قال مجرد القدرة كافية، بل لا بد من العلم والقدرة والإرادة. وإن كانت هذه الأشياء متلازمة، الإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به، والعلم والإرادة والقدرة لا بد منها، وإن كانت متلازمة في الحي، والحياة مستلزمة لهذه الصفات، مستلزمة القدرة والإرادة والعلم، وبعض الصفات مشروطة بالبعض. وليس كل معلوم مرادا محبوبا ولا مقدورا، ليس كل ما يعلمه الإنسان يريده، وليس كل ما يعلمه الإنسان يحبه، وليس كل ما يعلمه الإنسان يقدر عليه. لا، هناك شيء يعلمه الإنسان ولا يريده. أن تعلم أن صلاة الضحى سنة لكن قد تكسر ولا تصلي الضحى، تعلم أن صلاة الليل فيها فضل، لا بد من إرادة وقدرة. وليس كل مقدور مرادا محبوبا، بل يقدر الإنسان على الشيء لكن لا يريده أو لا يحبه، مثل العاصي لا يريد أن يعمل الطاعة. وإذا كان كذلك فلا يلزم من كون الشيء معلوما مصدقا به أن يكون محبوبا معبودا، بل لا بد من العلم، ولا بد من أمر آخر يكون به هذا محبا وهذا محبوبا، علم ومحبة. فمن يجعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان وأنه موجب للقلب، فإذا انتفت دل على انتفاء العلم، وهم المرجعة يقول هذا بمنزلة من يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده بدون وجود إرادة منه. هذا غلط، الله تعالى أراد هذا العالم بعلمه وإرادته. وهو شبيه بقول المتفلسفة أن سعادة النفس بمجرد أن تعلم الحقائق. إذا علمت النعيم هل هذا سعادة؟ حصل النعيم؟ لا. كما ولم يقل ذلك لحب الله وعبادته التي لا تتم السعادة إلا بها، السعادة لا تتم إلا بالحب والعبادة. وهو نظير من يقول كمال الجسم أو النفس في الحب من غير إرادة ولا حركة، حب فقط، حب في النفس بدون حركة وبدون إرادة ما ينفع. وكذا من يقول إن اللذة مجرد الإدراك والشعور، لا، بل لا بد من مباشرة هذا الشيء. ولهذا قال المؤلف هذا غلط اتفاق العقلاء، بل لا بد بالإدراك الملائم، والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك. أن تحب هذا الشيء، هذا الأكل، هذا الطعام، لا بد من ملائمة
بين المدرك والمدرك. وتلك المحبة والموافقة والولامة ليست هي نفس الإدراك والشعور، بل هي شيء آخر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.